السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إيش الفرق لما تشوف حلم في الليل لما تشوف حلم في النهار؟ أو بالأصح لما تشوف رؤية في الليل عن رؤية النهار. يعني مثلا لما تصير مصلي في الليل ثم رأيت لك رؤية، هل في فرق لما أنك تنوم العصر وترى لك رؤية؟ الجواب إيه، نعم، ما في فرق أبدا، كلها واحد، رؤية الليل مثل رؤية النهار. يقول ابن سيرين لا فرق بين رؤية الليل ورؤية النهار. طيب سؤال ثاني، هل في فرق بين رؤية الرجل ورؤية المرأة؟ كذلك ما في فرق، كلها واحد تعتبر رؤى، لكن التعبير على حسب الشخص من هو حاله وكذا. طيب لما أرى رؤية هل يحتاج أني أجلس 3 أيام ثم أبحث عن تفسيرها أو أنتظر أو كذا؟ لا أبدا، ما في، بغيت تفسرها من أول ما تقوم بساعتك ولحظتك بالأفضل، تذاكرها صح ولا تنسى. طيب بقي سؤال، ذاك الحلم اللي طير خرطيش قلبك، قمت من النوم على عض الثعبان، يوم نزيت كذا الا باقي تعورك من العضه اللي في المنام، ها، وتقوم تدور اثرها، ولا انك تحلم تقوم من منك مرتفع وانك تطيح وتدور الارض، قلبك يرقع تقوم تدور الارض تلمس الارض. والله تصيب ترى، اقسم بالله العظيم انا قد صارت لي أن يطيح من فوق مكان مرتفع، شو أقوم أدور الأرض، أتمسك أدور الأرض وين الخط. إذا رأيت مثل هذه ما لها تفسير، والله ما لها تفسير، ما لها تفسير، هذا من تحزين الشيطان، ولا تدور تفسيره ولا تقول لأحد والله أني مرتاع وضايق صدري ومرضان من اللي شفت، ما لها تفسير. تعوذ من شرها ومن شر الشيطان فإنها لا تضرك، كذا وردت السنة. أما إذا شفت شيء تحبه فأخبر به من تحب، مو بأي أحد، أو قصة على ناصح عشان يعبر لك معبر، بس مرتاح أمورك طيبة إن شاء الله. تدري أنا ليه قلت ما لها تفسير؟ والله أعلم، ولا تبحث عن تفسيرها ولا تضيق صدرك ولا تحزنك. بعدك قاعدة في قواعد تعبير الرؤى، أن إذا ارتبط واقعك، الواقع اليقظة في منامك، فما تعتبر رؤية إنما تعتبر من أضافة الأحلام. مثل اللي شفت، قمت من النوم وانت تدور الارض تتمسك قايم مرتاع في لحظتها، او قايم يدك تضيمك باقي تعورك باقي من عض قرصة العقرب، قمت باقي تعورك، تحزين الشيخ ابعد عنها. ارتبط واقعك في منامك، مثل وش؟ كمن يرى انه يجامع في المنام وقام وهو محتلم. اذا قام وهو محتلم ارتبط واقعه في منامه، لذة بدن، فهذا ما لها تعبير. لكن لو ما احتلم فلها تعبير، لأن ما ارتبط الواقع اليقظة مع المنام. هذه خلها عندك دائما قاعدة عشان ترتاح.